بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 59. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد، نواصل الكلام على ما يستفاد من الآيات من قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة، إلى قوله تعالى: فلا يؤمنون إلا قليلا. وقد مضى في الحلقات السابقة أننا استنبطنا بعض الأحكام من هذه الآيات، ونواصل الآن هذا العمل. فيؤخذ من هذه الآيات التحذير من تحريف كلام الله وكلام رسوله، تحريف اللفظي بأن يزاد في كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم من نقص الحروف أو زيادة الحروف حتى يوافق أهواء الناس، بل يكون النقل بالأمانة، بالأمانة الدقيقة والنص الصريح. ولهذا كان العلماء، علماء هذه الأمة، يحرصون على رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظه، ويتأكدون من ذلك. فإذا كان عندهم شك في اللفظ بيّنوا هذا، وأن هذه اللفظة فيها احتمال، يبينون هذا ويدققون. كل هذا من الأمانة وعدم التحريف في اللفظ، وكذلك التحريف في المعنى، وهو تفسير كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم بغير معناه إلى معنى آخر غير مراد لله ولرسوله، كما هو عند الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وفرق الضلال الذين يؤولون في أسماء الله وصفاته. والله جل وعلا يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. والإلحاد يكون بتحريف معانيها وصرفها إلى غير مدلولها، كما يفعله هؤلاء، هذه الطوائف الضالة التي تحرف الكلمة عن مواضعه. ففي هذا التحذير من هذا العمل، وأنه من عمل اليهود، فإنهم هم الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولهذا استحقوا لعنة الله، استحقوا لعنة الله كما ذكر الله جل وعلا في هذه الآيات وفي غيرها: أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. وفي هذه الآية يقول سبحانه وتعالى: ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. ففي هذا الحث على الأمانة في النقل، والأمانة في التفسير وبيان معنى كلام الله وكلام رسوله، وأن من لم يكن عنده علم بذلك فإنه يتوقف ولا يقول على الله أو على رسوله صلى الله عليه وسلم بغير علم. ويؤخذ من هذه الآيات أن اليهود أهل تحريف، فلا يوثق بكلامهم ونقلهم، لأن الله قال: يحرفون الكلمة عن مواضعه. فيجب علينا أن نحذر من كلامهم ونقلهم وما عندهم من الكتب. ومن ضمن ذلك التحذير من الإسرائيليات التي تخالف القرآن والسنة. والإسرائيليات التي تروى، ذكر العلماء أنها على ثلاثة أقسام: قسم الأول ما جاء شرعنا بموافقته فهذا يقبل،
والقسم الثاني ما جاء شرعنا بمخالفته فهذا يرد، والقسم الثالث ما لم يأتي شرعنا لا بموافقته ولا بمخالفته فهذا يتوقف فيه، هذا لا يقبل ولا يرد بل يتوقف فيه، لا يقبل لاحتمال أنه غير صحيح، ولا يرد لاحتمال أنه حق. فما لم يتبين لنا موافقته لما عندنا أو مخالفته لما عندنا فإننا نتوقف فيه. ويؤخذ من هذه الآيات بيان شيء من تحريف اليهود في مخاطبتهم للرسول صلى الله عليه وسلم، أنهم يقولون له يقولون للرسول صلى الله عليه وسلم اسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، ويقولون للرسول صلى الله عليه وسلم سمعنا منك، سمعنا كلامك وعصينا أمرك. وهذا مما ذكره الله من صفاتهم، وأنه يجب تجنب طريقتهم واحترام الرسول صلى الله عليه وسلم وتوقيره، فالذين آمنوا به وعزروه يعني وقروه ونصروه لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، فالرسول صلى الله عليه وسلم له حق على الأمة، ومن حقه عليهم أن يوقروه صلى الله عليه وسلم ويحترموه لأنه رسول الله، وأن يقدروه من غير غلو في حقه صلى الله عليه وسلم، ومن غير تطرف في مدحه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فعبد الله ورسوله هذا أشرف وصف للرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يزاد على ذلك بأن يجعل له شيء من الإلهية أو الربوبية أو أنه يتصرف في الكون كما تقوله النصارى في عيسى عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. ويؤخذ من هذه الآيات أن اليهود يطعنون في ديننا وفي نبينا، فيجب أن نحذر منهم، وأن نحذر من كتاباتهم، ونحذر من مقالاتهم، ونحذر من شبهاتهم التي يبثونها عن طريق وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والموجودة الآن. فهم يريدون من هذه القنوات الفضائية وهذه الإرساليات التبشيرية، يريدون تضليل المسلمين مهما استطاعوا، ويريدون صرفهم عن دينهم مهما استطاعوا، ولكن الله سبحانه وتعالى يحذرنا منهم في هذه الآيات وفي غيرها. ويؤخذ من هذه الآيات وجوب الأدب والاحترام في مخاطبة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وكذلك يجب احترام أهل العلم الربانيين لأنهم ورثة الأنبياء، كما قال صلى الله عليه وسلم والعلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. فيجب احترام العلماء تبعا لاحترام الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم ورثته والمبلغون عنه. ولهذا لما قال قوم ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء، قال الله جل وعلا لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.